اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي سياساتير. الحقيقه دايما من على مدار حلقات طويله دايما لاحظت حاجه مهمه جدا، ان الرسامين الكاريكاتير عندهم حاجه اسمها دوريه التوعيه، اللي هي كل فتره او كل عدد بينشروا فيه او كل اسبوع كل شهر حسب ما بتطرق عليهم افكار للرسم، عنده دايما وازع فكره التوعيه. التوعية دي بيستلهمها منين او بيحاول يستقي الافكار بتاعتها منين؟ من الاحداث المحيطة بيه عشان يشوف ايه ينتقد يوعي فيه، او ايه هو مخزون عنده عارف ان ده شيء لابد دايما اسرع عليه، الاخلاقيات والسلوكيات الوطنية والانتماء الثوابت اياها اللي هي ازلية ابدية زي ما بنقول، يعني الانسان كما اراد الله سبحانه وتعالى، او المستجدات اللي هو لازم ينبه منها. فتيجي كاس العالم، يجي مؤتمر المناخ، يجي اي احداث مهمة، تيجي حرب الروسية الاوكرانية ايا كانت، الا انه في النهاية برضو بيفضل على دورية التوعية. واعتقد حلقتنا النهاردة فيها هذا النمط والاطار، ومع ضيفنا الاستاذ احمد عبد النعيم مؤرخ الكاريكاتير ورسام الكاريكاتير العظيم. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك صباح الخير عليك يا استاذ محمد. هل صح كده يعني اللي انا وصفته ده، ان هو دايما الرسام عنده وزع للتوعية طبعا بصفة مستمرة، إلى جانب طبعا الحدث اللي هو بيحاول إن هو يدرجه في أعماله؟ تمام. هو يعني التوعية لكن مش بتبقى بشكل مباشر، إلا إذا كان بيعمل كاريكاتير دعائي. لكن هو بيؤكد على كل ما حرك، زي ما تحركت تفضلت كده، كل القيم الإيجابية. يعني مش هتلاقي كاريكاتير لأي رسام حتى لو عرضها من وجه السلبي، يعني بيتكلم على التدخين لكن بيتكلم على قيمة إيجابية. هو بيتكلم على التدخين مش على إنه حاجة عظيمة، لا ده على إنه حاجة مش هو عظيمة. عرضه لكن بيهدف للنقيض بتاعه. فكل الكاريكاتيرات هتكون كاريكاتيرات دائما هادفة فيها توعية، بس زي ما اتفقنا مش توعية مباشرة إلا إذا كانت دعائية. إنما في جزئية عظيمة جدا حضرتك قلتها في البداية، اللي هي فكرة إنه بيستلقي أفكاره من مجتمعه ومن الناس اللي حواليه. وأنا فاكر موقف كان أستاذنا حجازي زمان قوي، كان عندنا الاتوبيس في بقرش درجه اولى ودرجه ثانيه وبتعريف، نص قدامنا ونص النص الاول ونص الثاني. فالاستاذ جمعه رايح روزا اليوسف، لقى حجازي او عمنا حجازي نازل من الدرجه الثانيه، فقال له استاذ حجازي انا عارف ان حضرتك عندك استعداد تركب عربيه وعندك استعداد تركب طياره، ويعني انت راجل ميسور يعني، فليه راكب في درجه ثانيه يعني بنص قرش يعني او بتعريفه يعني؟ فقال له انا لو ما قعدتش في المكان ده اطلع كاريكاتير منين؟ يعني انا لو عايز يعني يزمن بلدي كده بالعاميه يرشى في وسط انا لو مش قريب من الناس دي يعني هقعد في مكتب المكيف على كرسي جلد واعمل كاريكاتير ازاي يعني؟ تمام. طيب على ضوء ده خلينا نشوف اول صوره معانا، وحدث هو حدث مباشر، وهي فرحه يعني الحقيقه العالم العربي والمصريين بشكل خاص بنجمنا محمد صلاح وفوزه بجائزة أفضل لاعب. ده موضوع ما عداش كده يعني، ودايما بتكلم عليه. شايف الصورة ازاي يا استاذ احمد؟ يعني شوف، رغم انه أبو مكة واخد الجائزة من فترة، لكن احنا هنظل طول العام نتكلم عليه وده شيء عظيم يعني، ده شيء رائع جدا. ودي من الأحداث اللي زي ما أقول حركة مش أحداث وقتية أو مش أحداث لحظية. يعني محمد صلاح أخد كاس افضل لاعب من فتره، لكن احنا هنظل كده طول السنه. ده حدث مهم، ده حدث مهم. العربي شاركوا معاهم وكل شويه نفكر نفسنا كل شويه نفكر نفسنا. حتى محمد صلاح في كلمته اللي قالها، قال انه انا يعني انا بقول لكم تجربتي عشان اقول لكم انه في 100,000 واحد ممكن يبقى زيي، يعني انتوا تقدروا. انا مش بقول لكم ان انا عملت انجاز، لكن لا، في ناس اذا توفر له مناخ واذا كان عنده اراده تصميم على النجاح هينجح. صحيح. فهيظل الكاريكاتير كده، وهيظل احنا كرسامين كاريكاتير فرحانين بيه، وده توعيه طبعا. دايما تقدر، دايما تقدر، دايما تقدر، استمر في المحاولات. بالظبط. صحيح. استاذ حضرتك استاذ المشاهدين، هنخرج فاصل قصير نرجع نكمل مع حضرتك، خليكم معانا. وعشان حلقتنا اسبوعيه، فاحنا دايما باي مواقف ممكن تكون عدت او ممكن بنعيد تسليط الضوء عليها، لكن في النهايه هي ما بتعديش على الرسام الكاريكاتير ايا كانت الحلقه اللي احنا بندرك فيها الموقف. اول صوره معانا بعد الفاصل كده يا استاذ احمد، الفنان احمد قعود بيتكلم عن كان يوم التسامح. نعم. والحقيقه استعاد ذكرى الفنان الجميل محمد قنديل واغنيه سماح. سماح. يعني هو فنان جميل، او حتى يعني
ام كلثوم لما سالوها الصوت اللي بيطربك قالت لهم محمد قنديل. يعني انا بحس ان محمد قنديل من الفنانين في عبق التاريخ المصري البيت المصري. بس يعني مش عارف هو اتظلم ولا يعني مش ما خدش حظ يعني هي يعني ما اعرفش ايه اللي ظلمه يعني. هل هو ما كانش عنده القدره على توظيف امكانياته ولا لا. فاحمد في الحقيقه دي من الحاجات بقى اللي رسام الكاريكاتير بيقعد يستدعيها طول الوقت، وثقها توثيق ان انا بوثق حدث اوثق الحدث ده من خلال اكتر من عنصر. يعني انا عندي محمد قنديل وعنده اغنيه لطيفه قوي قوي فتمشي مع التسامح. وبعدين هو كرسام احمد كرسام كاريكاتير شاطر يعني بيعرف يعمل بورتريه، فيقوم راسم بورتريه، لان في بعض رسامين كاريكاتير ما بيعرفش يرسم البورتريه بشكل جيد، وده مش عيب يعني. فتلاقي يرسم البورتريه ويكتب ام كلثوم او يكتب محمد قنديل، لكن احمد هنا لا، انا ببص هقدر اعرف ان ده محمد قنديل. بس هو المصريين عارفينه يعني، حتى الاجيال الجديده دي عارفه الصوت ده. طبعا الاغنيه دي تسمع عنها دايما. يعني واحنا لكن ما تعرفش ان هو محمد قنديل. هو هنا بيتهيألي حط الصوره عشان يقول بصوا يا جماعه، هو اللي انتوا كنتوا سامعين الاغنيه سماح دي هي محمد قنديل. وعندنا يا حلو صبح دي طبعا ما هي دي اللي مصر مروح حضرتك الاجيال الصغيره تلاقيها تعرفها. يا حلو صبح حلو طول دي، لكن تقول له مين اللي بيغني يقول لك ما اعرفش، رغم انه يقول الاغنيه كلها. لكن تقول له مين يمكن شويه كده. هنا يجي دوركم بقى، انتوا اللي تقولوا لنا ده فلان ده فلان ده فلان ده فلان. وحاول تعمل سيرش عليه وحاول وتستمر بيه تشوفه وتسمعه تاني. طيب خلينا نروح للصورة الثانية، والفنان أحمد خلف والذكرى التاسعة لاستشهاد البطل المصري، وده برضه من ضمن التوثيق اللي استحالة يعني هيغيب عن أذهاننا. البطل المصري اللي ضحى بحياته محمد مبروك، وبندعو له بالرحمة والمغفرة. طبعا هو يعني أحمد هنا بيفكرنا ببطل مصري عظيم جدا جدا، وكان ليه يعني مواقف رائعة يعني. المقدم محمد مبروك. أحمد عامل الشكل الطبيعي جدا اللي هو البرواز اللي عليه علامة الحداد العلامة، لكن هو ما اكتفاش فقط بفكرة البورتري، لكن مغلف الخلفية بعلم مصر، وكأنه عايز يقول انه هذا الشهيد العظيم محمد مبروك ده هو بيقدم روحه فداء لهذا الوطن اللي بيعبر عنه هنا احمد مقرب لنا صورة الوش عشان يحفظنا الملامح ويأكد على فكرة الملمح. وما اكتفاش بالبرواز، لكن لو بصنا في الخلفية هتلاقي سماء وهتلاقي مجموعة من الطيور الجميلة جدا، وكأنه بيقول ان هو الآن في مكان افضل من اللي احنا فيه. اللون الصافي الخلفية، اللون الصافي والسماء الجميلة. هروح لصورة تانية معانا، والفنان محمد السلاب وكاريكاتير بيصور لنا في تأثير المدمر للمخدرات على الصحة. وهنا ده اللي كنت بقول لحضرتك، بص هو عايز يجيب حاجة بقى ايه خطر سلبيه. فاتفضل حضرتك اشرح لي الصوره. محمد يعني هو رسام كاريكاتير كويتي ورئيس الجمعيه الكويتيه للكاريكاتير، ومحمد ناشط جدا جدا في مجال الكاريكاتير التوعوي او المباشر يعني. فهو بيتكلم على فكره المخدرات. ناخد بقى ببساطه شديده جدا، هو مش عامل ملامح خالص. ليه؟ لانه عايز يقول ان الشخص اللي تحت تاثير هذا المخدر بقى كتله سوداء، هو بقى تقريبا يكاد يكون بلا ملمح، فحمه وكتله في الفراغ كده يعني. حتى هو مش عامل له ارض، ده هو عامله كتله في الفراغ كده، ومختار الازرقات وجايب العلامه بتاعه النشان، ودايما المخدر جاي في الجزئيه دي اللي هو يعني في الجزئيه اللي في السواده في القلب بقى في القلب بقى فمدمره تماما يعني. احنا مش قادرين نعرف ملامحه، ملامحه ضاعت من تأثير هذا المخدر. شوهته وعرض الشيء السلبي عشان يوعي للجانب الإيجابي، وده الهدف. ده الكلام اللي أنا بقوله مع حضرتك. احنا لو عندنا حد ممكن يقول حاجة تاني، وحد ممكن يقول حاجة تالتة، وده مهم في الكاريكاتير. يعني مهم في الكاريكاتير إن احنا نشوفه بأشكال مختلفة، لأن ده دور رسام الكاريكاتير. هو عنده فكرة، والفكرة دي لا يفرضها على الآخرين، ويسيب الاستنتاجات بقى كل واحد ولا يفرضها على الآخرين يعني. قناعاتك براحتك يعني. ولذلك دايما احنا نقول ايه، احنا قد نتفق ولكن نختلف، وده طبيعي جدا. طبيعي. طيب خلينا نروح صورة تانية من الفنان محمد السلام برضو، واللي بيعمله زحام السيارات والناس وعصر الطرق، ويعني بقينا نشوف شوارع عريضة جدا وكبيرة جدا، والناس في سوقتها هي اللي بتسبب حالة من الأزمات المرورية. احنا لسه كنا بنتكلم عن الوقت بالظبط. هو محمد هنا عامل اللي عامل العقدة الطرق. يعني ده طريق وطريق والعربيه في النص تقريبا، احنا بنشوف زي عقده كده
لما نشوف بقى الملامح اللي عاملها محمد، هو عامل الارض اللي هي السوداء والعلامات البيضاء دي اللي هي علامه ملمح الطريق، الطريق. ملمح الطريق، وهو بيخنق العربيات. قد يكون الطريق السبب، قد يكون انه الطريق سبب انه مثلا الطريق مش واسع بالشكل المفروض، قد يكون انه ما فيش كباري في المكان، قد يكون الطريق هو اللي بيخنق العربيه فالطريق يعني هو اللي ضيق. ممكن يعني قد تكون دون، يمكن الكويت ما عندهاش كباري كتير قوي، قد يكون ده سبب، لانه برضه هو الكاريكاتير هنا كاريكاتير محلي مش كاريكاتير يعني مش عالمي يعني، لان مش هينطبق مع كل الدول، مش كل الدول ومش كل الاماكن ربما تكون بتعاني من فكره الزحام بشكل كبير قوي يعني. طيب هروح لصوره ثانيه ودي لحضرتك وسواق التاكسي والزبون بتاعه، هسيب برضو التعليق اتفضل. هنا يمكن برضو بنتكلم على ازمه المرور. فهو سواق التاكسي من كتر عيني مش عارف بقى يعني يمشي في ازمه المرور، فبقى يشيل الزباين. انا هشيله هو عشان اوصل اوصله. هو الراجل بيقول له ابدا يا بيه، انا ركنت التاكسي وبوصل الزباين كده. بس التاكسي قدامه، انت عايز تقول لحضرتك سواق التاكسي؟ يعني اصل اقول انت عايز تقول التاكسي يعني عشان اخد بالي، فلازم تحط لي التاكسي. طبعا. في اي مكان من اللوحه. حتى عشان سواق التاكسي هنا ملوش ملابس مميزه. فهعرفه منين؟ ده هعرف منين الراجل واحد شايل واحد. ممكن يبقى واحد زي ما حضرتك تفضلت كده، واحد شايل واحد يعني. بالظبط. هنا بقى حضرتك زي ما قلت الرسام الكاريكاتير بيرجع لما يسمى بالترميز على ما اعتقد. بس ده يعني هنا ترميز مفهوم، ممكن الترميز ده يكون غامض. ما هو يعني دايما اللي بيصنع الفكره التضاد، واللي بيصنع الفكره افضل التضاد الاكبر، واللي بيصنع الفكره الاعظم استحاله التفكير، اللي هو بمعنى ايه؟ يعني لو انا رسمت واحد قاعد بيقرا جورنال وزوجته في المطبخ، ده مش كاريكاتير. طب لو عكستها، يعني هو اللي واقف في المطبخ وهي اللي قاعده بتقرا الجورنال، يبقى ده كاريكاتير. طيب لو خليناه مثلا شايل العيل وهي بتقرا جورنال، يبقى كاريكاتير. طب لو عملنا استحاله الفكره بقى، ان هو شايل حاجه فوق دماغه مثلا غسيل، وشايل الطفل مثلا وبيديله مثلا الرضعه ولا بتاع، وهي قاعده بتتفرج على ماتش، وهي بتتفرج على ماتش مثلا. كل ما تعمل استحاله في الفكره كل ده. فاحنا هنا عاملين استحاله في الفكره، ما فيش حد هيشيل حد ويقعد يوصله بالظبط. فدي اللي بتصنع بقى الكاريكاتير، بتصنع المفارقه عظيمه، ودي بتبقى اكتر اثاره وجاذبيه في الصوره. طيب هروح صورة تانية وهي برضو شحات. صورة حضرتك تفضل تعليق عليها. هو الشحات بقى بقول له ايه؟ بقول له هو بيشحت، فبقول له استنى بس، لو هتدفع بالدولار هدعي لك ربنا يخليك، ولو هتدفع بالجنيه هدعي لك ربنا ياخدك. بيتكلم ما لازم رخر يتكلم على الدولار يعني، اشمعنى هو يعني كل مدى بيزيد يعني، فمش عايز يعني مش عايز الحسنه تبقى بالجنيه. لا واشمعنى هو ما اتكلمش يعني، هو رخر لازم يخش في الدولار يعني، اي حد كل واحد يعني ليه ومالوش ومتاثر عليه ومش مأثر بيتكلم يعني بالظبط. طب هروح لصوره ثانيه برضه، هي المأذون والعريس، ونرجع للمفارقات الاسريه اللي دايما الاستاذ احمد بيميل لها. ده كاركتك. احنا متهيألي ان احنا ننهي الحلقة بقى وخلاص. لا لا ما احنا لا ممكن، ما انت حضرتك اللي عملت كده فتتحمل تتحمل العواقب. اتفضل. هو هنا يعني هو طبعا هنا العروسة بملامحها الجميلة دي والمأذون موطي عليه خالص، يعني حتى تلاقي كده يعني توطية فرق الأحجام واضح يعني. والمأذون بيوطي عليه كأنه وشوشة يعني. بيقولوا مش معنى ان العيشة صعبة انك تاخد بضاعة مضروبة. هو فكرة انت حضرتك انت عامل الفرق 3 لواحد يعني. مفيش ده 13 لواحد. طيب المحليه جدا، مش عشان بالون بس. لا لا حتى عشان اللغه احنا نفهمها هنا. واحنا عندنا واللغه كمان، انت عارف حضرتك كلنا بنتكلم لغه عربيه ولكن بلهجات مختلفه. يعني انا مره كنت في دوله عربيه برسم فيها وعملت كاريكاتير ولد شقي كاتب كلمه شقي، فكلمة عادية جدا يعني. ففوجئت ان الكاريكاتير بيتشاي، ده الشاي ده اللي هو شغال يعني، شاي ولطيف وكده يعني. الكلمة يعني الكاريكاتير بيتشال لان كلمة شاي عند البلد دي ان هو مجرم عديد الاجرام. كمان ده ما انا قلت حاجة تانية. فاكتشفت انه احنا بنتكلم كلنا لغة عربية ولكن بلهجات مختلفة. يعني ما افهمه هنا قد لا يفهمه في شخص في مكان اخر. استاذن حضرتك والسادة المشاهدين، خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل معاكم. خليكم معانا. ورجعنا لكم مع ضيفنا الاستاذ احمد عبد النعيم. استاذ احمد مافيا الدروس الخصوصيه وطالب
بيهرب بس من المدرس برضو. شايف الصورة دي ازاي حضرتك؟ هو مافيا الدروس الخصوصية هنا ده ولي أمر رمى نفسه يعني بيرمي نفسه من البلكونة، ومع ذلك المدرس تحت بيقول له مفيش برضو مفيش فايدة برضو هتدفع ثمن الحصة. يعني مش عارف اعمل لكم ايه تاني. حيا ميتا ده كتبت انتحرت يعني اعمل لكم ايه تاني يعني. مباشره برضه محليه. ما فيش تاثير برضه زي ما قلنا اللي قلنا الالوان وبتاع، لان انا عايز الرساله بس الرساله توصل بشكل سريع. طيب خلينا نروح لصوره تانية، وهنا في من ضمن المفارقات الاسريه اللي بتهتم بيها استاذ احمد، زوج مرعوب من مراته، فسيب لحضرتك التعليق اتفضل. ويعني زوج زي ما حضرتك شايف كده مغضوط ومرعوب ويحمل كل القيم السلبية، يعني بقول لها حرام عليكي أنا هقطع الخلف لما النور يجي ما تدخليش عليا مرة واحدة كده. أنت هنا فرق في الأحجام عشان تبين لما تدخل بالضخامة دي عليه يبقى هو لازم يكس بالشكل ده بالوش وبالخضة دي يعني. هو الوش بس لو دخل هيعمل له مشكلة يعني. فهي مباشرة برضه. طيب خلينا نروح لصوره تانية برضو معانا، والطمع وجشع التجار ومساله ارتفاع سعر الخضار، وخطيب بيقول لها لخطيبتها. سيب برضو حضرتك استاذ احمد اتفضل. هو طبعا يعني هو استغلال بعض التجار، بيستغلوا اي ازمه يعني. فهو هنا الخطيب زي ما حضرتك شايف كده بيقدم شبكه، يعني بيقول له يسعدني اقدم لبنتك اغلى شبكه، خاتم ذهب مرصع بفص بسله. يعني هو اغلى من ال مباشره من الياقوت وال خلى الخضار اغلى من الالماس. وطبعا فوق احنا كاتبين ارتفاع اسعار الخضار عشان المتلقي يبقى عارف ليه اخترنا بسله او ليه اخترنا. لو شلت حضرتك كلمه ارتفاع اسعار الخضار الصوره برضو تبقى غامضه من تحت فص بسله. لو في موضوع يعني لو الكاريكاتير جوه موضوع، لكن غالبا انا بعمل كاريكاتير لوحده خالص في الصفحه، يبقى لازم تحط له انت الموضوع، لازم تحط له العنوان. تمام. طيب هروح للصوره الثانيه ولسه مع ضيفنا الاستاذ احمد عبد النعيم، ومن اسعار الخضار بقى نروح للطابور الطويل. هسيب لحضرتك الصوره اتفضل. هو برضو احنا ما زلنا لسه في مساله جشع بعض التجار وارتفاع اسعار الخضار. بقول له عم عبده بتاع الخضار الله يستره وافق ناخد الخضار حقن في العضل بدل ما نشتريه. يعني محلول بقى محلول. وبعدين هو الطابور كمان هتلاقي حرك يعني معظم اللي في الطابور يجيبه طالع، يا اما في الرقعه اللي في البنطلون يعني ناس. الطابور انت عليك عبتو يعني ناس انيميا خالص محتاجه الناس محتاجه حقن للحقن دي مقويه. محتاجه حقن ومحتاجه البصمه بتاع الكاريكاتير الاولاني. ضيفنا استاذ احمد عبد النعيم دايما مشرفنا ودايما بتمتعنا بكاريكاتيراتك الساخره ليه حيفا في النهايه بتكون هادفه برضو للايجابيات. شكرا لحضرتك. انا بشكر حضرتك وسعيد دايما ان اكون معاك يعني. شكرا يا فندم. شكرا مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا الاسبوع ده من سياستين. نشوف حضرتك الاسبوع القادم على خير. دمتم في امان الله.